الذي يحمل خطية العالم كله. مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية، الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة. الحيوانات غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث تقديسات، والأربعة عشرون قسيسا جلوس على كراسيهم، وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم، وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا، الذي هو صلوات القديسين، ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآن. البتوليون غير الدنسين يسبحون الرب قائلين: قدوس 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 أمين الليلويا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الليلويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث الأقدس ونسبحه قائلين:
قدوس الله الآب ضابط الكل آمين الليلويا. قدوس ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا آمين الليلويا. قدوس الروح القدوس البرقليط آمين الليلويا. مقدسة ومملوءة مجدا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء آمين الليلويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله آمين الليلويا. صرخ مخلصنا الصالح قائلا إن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.